الأول من مؤتمر حق المواطن في الإعلام شهد حوارات مكثفة حول المواضيع المطروحة، وذلك في ظل مشاركة واسعة من إعلاميي العام والخاص بحضور أعضاء في مجلس الشعب ورعاية من وزارة الإعلام. التفاصيل العملية للوصول إلى جهد أفضل وإلى رؤية أفضل وإلى أداء أفضل أظنه متروك لليوم الأخير من المؤتمر بعد السماع للجميع والإنصات لما يقدم وما قدم حتى منذ البداية. قدم وأنا لا أقول سقف، أقول في فضاء، حلقة في فضاء عالي نحتاجه جميعا، ومبشر على أن الأيام ستكون حبلى بالأفكار والرؤى والطروحات. أنتم تعلمون تماما أن معظم الحرب التي تمارس على سوريا هي ليس فقط حرب جيش العربي السوري مع الإرهابيين، وإنما أيضا هناك حرب إعلامية. أنتم تعلمون أيضا بأن ماكينات الإعلام الغربية تعمل على النيل من الإعلام الوطني بكل ما أوتيت من قوة. هنا يأتي دور الإعلام الوطني. أنا أعتقد أنه ليس فقط حق المواطن في الإعلام، وإذا أيضا حق الإعلام لدى المواطن، يعني الإعلام ليس هو فقط صوت المواطن، وإنما أيضا هو صوت الدولة لدى المواطن، وهو صوت المواطن في الخارج. أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات، هذه التوصيات من شأنها أن ترسم استراتيجيات إعلامية من شأنها تطوير الإعلام إن شاء الله إذا طبقت بطريقة صحيحة. خطوة هامة وجيدة أن تعقد في هذه الأيام بعد مضي 6 سنوات من الحرب على سوريا، وكانت هذه الحرب بالدرجة الأولى هي حرب إعلامية حاولت جاهدة أن تحرف المواطن السوري عن خطه الوطني، عن انتمائه إلى وطنه وإلى شعبه وإلى دولته أيضا، حتى تجعل له انتماء آخر مغايرا، انتماء إلى جهات معادية لهذا الشعب ولهذا الوطن. من أجل أن نتحدث عن الإعلام السوري ليس بأي من اللغتين المادحة أو القادحة، إنما بلغة الموضوعية ومقتضياتها، وبلغة الواقع الإعلامي ومقتضياته أيضا، لأن الجميع من الإعلاميين وغير الإعلاميين يدركون تماما أن أكثر من 85% من الإعلام الناطق بالعربية صورة وخبرا وتوثيقا وفبركة هو إعلام مضاد للإعلام السوري وللسوريين. حوارات الجلسة الأولى بدأت من عنوان المؤتمر نفسه حق المواطن في الإعلام، لكنها تلاقت عند حق الإعلامي أولا في الحصول على المعلومة ومنح وسائل الإعلام الفضاء الرحب للحركة دون قيود، مع وجود قوانين محددة تنظم العمل الإعلامي وتحمي الإعلاميين. هكذا مؤتمرات هي نوع من إعطاء خطوط معينة للاستفادة من الخبرات، لا سيما أن من يحضر هذا المؤتمر أو من يحاضر في هذه المحاضرات في المؤتمر هم أناس لهم خبرة وباع طويل في الإعلام، ولذلك يمكن أن نأخذ من هذه الأفكار لوضع آليات معينة يمكن البناء عليها في تطوير الخطاب الإعلامي. في نقطة كثير مهمة فقط أنا لفتتني، اللي هي أنه نحن لما بنطرح ملفات إلى علاقة بقضايا إنسانية، قضايا اقتصادية، قضايا اجتماعية، قضايا إلى علاقة بهم المواطن اليومي، ومسينا بمكان ما، يعني خليني أقول الخط الأحمر، مين ممكن يحمي الإعلامي؟ حكينا عن القانون، نحكى عن القانون اللي ممكن الإعلامي يكون عنده ثقافة فيه، يعني أنا كإعلامية ما فيني مارس حقي كإعلامية غير ما يكون عندي ثقافة قانونية بحقي كإعلامية، هي نقطة كثير مهمة نحن بنفتقدها. نحن أمامنا ليس موضوع أن نكون أو لا، نحن أمام تحدي خطير في عصر الإعلام المنفتح على كل شيء. نعم سمعت كلاما يقول إن لم تعجبك المحطة فغير عنها، ولا هذا أمر غير طبيعي، لا، حقيقة المواطن هو الميزان وهو البوصلة. هناك ثالوث لابد أن يتحقق إذا أردنا من الإعلام السوري أن يتحقق، ألا هو المال والكادر الإعلامي المدرب إضافة إلى التجهيزات. بالتأكيد لدينا الكادر الإعلامي ونفتقد إلى البندين الآخرين، لكن الإعلامي السوري أثبت جدارته خلال 6 سنوات من العدوان. هناك من الإعلاميين الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا دماءهم رخيصة من أجل إبراز كلمة الواقع وكلمة الحق. الجلسة الثانية تناولت العلاقة بين النخب والإعلام وترأسها الدكتور عماد فوزي الشعيبي، وشارك فيها الدكتور بسام أبو عبد الله